المكرونه، هنعمل مكرونه بصوص لذيذ جدا خفيف، وفي نفس الوقت برضو طعمها يبقى حلو قوي. معايا السبانخ مش هتحسوا بيها خالص، بس هتعملوها صحيه كويسه جدا، كلها حديد وده اللي احنا عايزينه دلوقتي. معايا الثوم، الجبنه الرومي المبشوره، البصل، ومعايا خلطه بدل الدقيق هنعملها اللي هي زي بدل المرقه بس الباودر، ومعانا اللبن. انا بقى هحط الحاجه وانتوا برضو شوفوا معايا. الاول هبدا بالثوم والايه والمرقه الباودر، وده هحطه بس الاول هنا، عايزه شويه زيت، هنعملها بشويه زيت ذره خفيف جدا. انت فين اهو، يلا بينا كده. نحط بقى الثوم، تحطي بقى شويه ثوم كده صغيرين والنبي يا نودي اهو. يلا احطهم كلهم؟ خلي بالك بس عشان ما تلسعيش. تمام بس كده. وبعدين هنحط، يلا قولي لي بقى أوكي. ايه اللي ممكن؟ بصي نوره، قولي لي مع تجارب بقى كتيره في الدايت وال احنا مش عايزين نقول ريجيم بقى، احنا عايزين نقول حياه. بالظبط، ما بقاش في اليويو دايتنج ده، ما بقاش موجود اللي هو ايه نعمل شويه دايت بعد كده نفك. بالظبط، فبرضو انا مش من الناس اللي بتقتنع بدكتور الدايت اللي هو الدكتور بيروح يطلع ورقه من الدرج فيها الميل بلان بتاعت اليوم لكل الستات اللي بتجيله. في حاجه اللي اسمها نيوتريشنست او خبير تغذيه. بالظبط، ده هو خبير التغذيه بيشوف اللايف ستايل بتاعك، انت بتشتغلي قاعده في البيت، بتعملي رياضه ولا لا، تخينه رفيعه طويله قصيره، حرقك، الكلام ده كله. صح، وبيحدد عليه تاكلي ايه. وشوفك برضه بتحبي اكل ايه، يعني واحده بتحب الشوكليت، واحده بتحب الكاربز، واحده بتحب الحاجات الحادقه، هو اللي بيحدد يعمل لك بناء عليكي، فبتقدري تستمري وقت اطول. بالظبط، هي بقى مشكلتي انا في الوقت الاطول ده اللي الناس مش بتزهقيش، الناس كلها بتزهق جدا مش بتزهق. لكن بس الدايت اللي هو الصبح ربع سن وبيضه مسلوقه دوجي، عايزاكي تقلبي انت ده كده بس جامد على طول ورا بعض ورا بعض على ما انا اعمل الايه الدايت اللي بتاع الورق ده ما فيهوش اي فن وبتزهقي منه، بتخسي عليه شويه بس بتزهقي منه. بالظبط كده، انا معاكي في ده. هقول كلمه واحده، لازم تراعي ضميرك في يوم، هنراعي ضميرنا وان احنا عندنا الوجبه الفري هي وجبه ومش يوم. لا احنا بنعمله يوم فري، لا مش وجبه. واولا لازم اللايف لو احنا بنتكلم انه لايف ستايل، يعني لازم نخلي بالنا من كميه الدهون اللي احنا بندخلها في الاكل، وكميه الكربوهيدرات اللي بندخلها في الاكل، وكميه البروتين. بالظبط، احنا لازم ناكل كله. بالظبط، كله يتاكل حته قد كده من زي نص وجبتك تبقى خضار، حته قد كده من اللحمه، وكفين من الخضار، وقد كده قد كده كاربس او الكربوهيدرات او مكرونه او كده. طبعا كل ما الحاجه كانت مسلوقه او كده، بس احنا لو بنتكلم انه لايف ستايل فاحنا كده هنزهق. طبعا لا، بنشوي وبن او لو حاجه حتى فيها دهون بس ناخد كميات صغيره او يندوق يعني. بالظبط، لازم ثقافه الدوقان مش الاكل، مش ثقافه الحفل اللي احنا بنحبه. صح، لو بنتمرن مثلا 3 4 ايام في الاسبوع. صح، او كده نثبت بس بيفرق برده معانا. ولو ما عندناش وقت ان احنا نتمرن في الجيم او في حاجه، احنا ممكن في البيت مشايه، في البيت دمبلز، في حاجات بسيطه نطلع وننزل السلم، نطلع وننزل السلم. بالظبط، مش هنغلب. في حاجات تمارين كتير، بلانكس، سكوات، الحاجات اللي كلها اللي عايز يعمل حاجه هيعملها. عشان ايه؟ بقول لك راعي ضميرك. قبل ما تاكلي اي حاجه فكري دي هتقربك من التارجت بتاعك ولا هتبعدك. طبعا هتبعدك، فانت هتبعدي وتغازي ان انت اكلتيها وتتخني. والسلسله بتاعت باظت باظت دي، ايوه ما هي بايظه بايظه. لا هي مش بايظه بايظه، اليوم اللي هاخد فيه تشيت ميل اتمرن فيه، دي بقى هي دي بقى الخدعه. لازم اليوم اللي احنا هنبوظ فيه هو ده اليوم اللي انت هتتمرني فيه. بصي بقى انا كده عملت هنا ايه، حطيت السبانخ مع البصل مع الجبنه الرومي، حته حلوه قوي فظيعه، شفتي عامله ازاي، ومحطاها بقى مع ده. بصوا الجبنه الرومي وهي انا ممكن اكله دلوقتي ده لوحده. ممكن اكله بقى في الحياه في الدايت الجبنه، جبنه رومي والعيش. انت برضو زيي، ممكن انا عيش في فرن، انا كمان يعني. ممكن تنزلي لي دي والنبي اللي معاكي. ايوه، عايزه نزود شويه ميه. لا تمام، يعني نزلي شويه. طب انا هدوق الموضوع ده ولا هتدوقي؟ طبعا الترينر بتاعي هي. لا 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 هتدوقي، وقال يعني ما حدش هيعمل نفسه واخد باله. بس شرب الميه كتير قوي، عايزين نشرب ميه كتير كتير جدا، وبالذات في الصيف وغير الصيف. شرب الميه اكنه عقاب، حتى لو مش بتحبيش الميه. انا بقول المية دايما بتغسل وتنزل. بتغسل وتنزل. لا انت مش متخيله قد ايه يعني. انا عارفه ده رهيب بالنسبه لي. انا الميه اساسيه، انا الاول كنت بلاقي صعوبه ان اشرب مثلا لترين ميه في اليوم، دي حقيقة. دلوقتي بشرب لترين وثلاثه يعني. يعني مش هنبالغ، انا ممكن اقول للناس بس اللي تبدا ان هي تبدا في 6 كوبايات على الاقل، او 8 كوبايات، باربع كوبايات خلينا في اليوم. اربع حاجه بقى مهمه جدا يا رب شفتها. وانا بقى بقرا بقى المكرونه دلوقتي اهو، بعد كده حطيت كل المكونات مع بعض بعد ما عملت السبانخ. يلا دي بقى كده تقليبه حلوه، بس هنقلب دي برده هتخش المكرونه جوه. لا هي بقى
هاتي بصي من جنبك بقى اهو، نقي بقى اللي تعجبك وقلبي بيه. حلو اهو، احنا كده عملنا اكله سريعه جدا صحيه. اه حلوه قوي كمان، وفظيعه وريحتها حلوه جدا، والسبانخ فيها مش هتبان للي مش بيحب السبانخ، وهتبقي اخدتي القيمه الغذائيه بتاعتها. عامليها بلبن خالي الدسم، خلاص تبقى كده هي حاجه حلوه جدا. هتاخدي منها كوبايه صغيره او بوله صغيره وتاكليها مع البروتين بتاعك. شفتي؟ لا النفس يا بنتي، الركعه على النفس. اه صح، الركعه على النفس. وبعدين في ايه؟ عارفه زي القلب غالب كده. الحاجه بقى اللي انا اكتشفتها انها إيه بقى؟ يعني اسطوره يعني، او مث يعني حاجه غلط. اوكي. الناس بتفتكر ان عصير الفواكه ده صحي. لا، ان انا ما اشربش مثلا صودا اشرب عصير فاكهه. لا ده غلط خالص. ده اكتشفت احنا ناكل الفاكهه، ناكل الفاكهه ما نشربهاش. بتشربي ميه بسكر بس ان هو بيتخن بجد، يعني هي مليانه سكر، فدي حاجه اكيد الناس بتعملها كتير وفي الاخر ما تعرفش ان هي بالظبط دي حقيقه. العيش السن الكالوريز فيه قد العيش العادي بالظبط. اوكي. بس هو فايدته اكتر للجسم عشان هو بدقيق كامل بالظبط، لكن هو نفس الكالوريز، فما ينفعش ان انا اكل كميه يعني ما احبش منه. هو نفس الكميه، عامليه زي معامله العيش العادي. هم ممكن بقى انهي الحلقه عادي مع ده من غير ما اطلع الفراخ، لان طعمه حلو جدا وانا عايزه اخش فيه. حلو قوي. طيب